الساحة الدولية تشهد أزمات متتالية في إمدادات الطاقة العالمية، مما يؤكد أهمية إحياء مصر للبرنامج النووي السلمي لإنتاج الكهرباء. كيف يساهم هذا المشروع في توفير الطاقة النظيفة، وما هي الفوائد التي ستعود على المنطقة من تشغيل المحطة؟ طبعا وبلا شك العالم كله حاليا مهتم بالطاقة الخضراء، ومهم جدا أن نقلل من الانبعاثات الضارة في الغلاف الجوي. وأنا أريد أن أؤكد أن تشييد محطة نووية أو تشييد المحطة النووية بعد دخولها حيز التشغيل سوف يقلل وبصورة كبيرة من تلك الانبعاثات الضارة، وسوف يؤثر بالإيجاب على كل المنطقة المحيطة. بالإضافة لذلك أريد أن أؤكد أن محطة الضبعة النووية يتم تشييدها بأحدث تكنولوجيا في هذا الصدد، ويتم تشييد هذه المحطة بتصميم روسي، والمحطة المرجعية لها محطتان مرجعتان، محطة لينينغراد ومحطة نوفورونش. ومرة أخرى أؤكد أن محطة الضبعة النووية والتكنولوجيا المستخدمة فيها هي أكثر المشاريع أو المحطات أمانا، وأنا سعيد جدا بذلك أننا اخترنا هذه التكنولوجيا لتشييد أول محطة نووية في مصر. كذلك من المهم هنا أن أشيد بالقرار الصائب والحكيم لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشييد محطة نووية التي سوف تسهم في تأمين الطاقة في مصر. محطة الضبعة نقوم بتشييد 4 وحدات للطاقة بها بقدرة إجمالية 4800 ميجا وات، كل وحدة طاقة 1200 ميجا وات، وسوف يكون الناتج من هذه الوحدات النووية 37,000 ميجا وات، وذلك سوف يساهم إسهاما كبيرا في تأمين الطاقة بجمهورية مصر العربية